إذا نتابع هذا الموضوع مع مراسلينا من محافظة ديقار، سلامة السرهيد، مرحبا بك يا سلامة، الحمد لله على سلامتك، وأسأل عن أسباب ومسوغات احتجازك في الغرافة. تسمعني يا سلامة؟ نعم، تحية لكم ولجميع مشاهدي حياك قناة الله. التغيير الفضائية. بكل تأكيد والكل يعلم بأن محافظة ديقار ليلة البارحة تعرضت إلى موجة مطرية وتركزت في المناطق الشمالية. من هذه المناطق هو قضاء الغراف، والكل يعني شاهد المقاطع الفيديوية التي انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي بأن هنالك بعض القرى والمدن تعرضت إلى الغرق ودخول طبعا المياه إلى المنازل، وكذلك غرق لمركز صحي رئيسي داخل مدينة الغراف. توجهنا صباح هذا اليوم طبعا بعد استغاثة الأهالي، طبعا هنالك نقل معاناتهم ونقل مشاكلهم. تواجدنا منذ الصباح اليوم في قضاء الغراف لتغطية هذه المشكلة التي حدثت، ولكن تفاجأنا أثناء تصويرنا لتقرير طبعا لغرفة الأخبار بوصول قائم مقام الغراف الذي بدوره طبعا أثناء ترجيله من السيارة منعنا بشكل مباشر ومتجاوزا طبعا على حقوق الصحفيين من خلال منعهم من التصوير ونقل الصورة الحقيقية لمدينة الغراف التي تعاني طبعا من مشاكل عدة. وكذلك صورنا ودونا أقاويل المواطنين هناك، ولا زالت طبعا المياه في مناطقهم وشوارعهم الرئيسية طبعا بشكل جدا كبير. القائم مقام طبعا اقتادنا إلى مركز الشرطة بعد سحب هوياتنا الرسمية طبعا التي صدرت لنا من نقابة الصحفيين، وكذلك الهوية الخاصة من القناة، وتم طبعا أخذنا إلى مركز الشرطة واستجوابنا هناك. تم احتجازنا في مركز الشرطة ما يقارب النصف ساعة. طبعا قيادة الشرطة وصلت إليها المعلومات، تدخلت بشكل مباشر لهذا الموضوع وأعطت الحرية الكاملة للصحفيين، لكون نحن لدينا تنسيق مسبق مع قيادة العمليات وقيادة الشرطة وحتى محافظة ديقار طبعا. وتم إيضاح هذا الموضوع بأنه القائم مقام ليس من صلاحيته أن يمنع القنوات الفضائية أو يمنع الصحفيين من مزاولة أعمالهم ونقل الحقيقة كما هي من الشارع. طبعا هنالك جرى طبعا خلال هذه النصف ساعة نعم هو التحقيق لماذا يا أتيتم سلام. وكيف دخلتم إلى القضاء وكيف تعملون على تصوير ونقل صورة وكذا من بقية الأمور. طبعا تم التفاهم مع القائم مقام وكذلك تدخل مباشر من قبل قيادة الشرطة وكذلك نقابة الصحفيين في محافظة ديقار نعم لحل هذه سلامة. الإشكالية، وتم طبعا الإفراج عنا ومزاولة عملنا وإكمال التقرير الخاص بقضاء الغراف. نعم، من ديقار كنت معي مراسلنا يا سلامة سرهيد، شكرا جزيلا لك.